السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شفنا في الفيديوهات اللي فاتت على بيماريبيا ازاي الواحد يعمل تصدير لملف القوبي. طيب دلوقتي لو في تعديلات وفي ابديت وهكذا، طيب ممكن اجي هنا اقول له ابديت واقول له دي الحاجات اللي موجودة في الشيت مثلا التايب. تمام، لو انتوا فاكرين في جدول الاكسل اهوت هتلاقي عندنا هنا التايب في كذا خانة من الخانات ديت. طب لو حصل فيهم تعديلات او تطورات او كده، ابديت بلانك برامتر، لو البرامتر كان فاضي اعمل ابديت، اعمل ابديت لكل العناصر اللي موجودة. سكيب برامتر، فانت تقدر تختار مثلا انا عايز اعدل كل البرامتر او عايز اعمل سكيب او عايز بس البلانك. وعندي اوبشن هنا ابلاي اون لي تو اليمنت مارك اب فور كوبي اكسبورت، ولا كل البلانك فاليو حتى لو قلنا ان هي مش هتصدر برضه تعمل لها ابديتد. طيب لو حاجة عناصر معمولة في جروب ممكن اقول له سكيب او ان جروب اند سيب برامتر، وتقدر من هنا تختار لو انت عايز تعمل تحديث سريع، وهنا تختار مين اللي اتعملت اللي عمل السبريد شيت كريت باي مين، وبعد كده تقول له ابلاي اند